السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل المحاضرة رقم 12 اللي كانت بعنوان Heat and Temperature. وفي المحاضرة السابقة تعرفنا على خمس مفاهيم أساسية. اليوم بدنا ندرس أول خاصية فيزيائية تتغير مع درجة الحرارة اللي هي بنسميها Thermal Expansion. Thermal Expansion هي التمدد الحراري. كلمة Thermal حراري، Expansion إيش؟ تمدد. كلنا نعلم جميعاً الآن إنه الأجسام تتمدد بالحرارة وبالكمش بالبرودة بدرجات متفاوتة تعتمد على نوع المادة وفرق درجات الحرارة. وكلنا بنعرف بالكارثة التي حدثت في أحد دول روسيا عندما بنيت سكة حديد ولم يراعى التمدد الحراري، وكان ذلك في فصل الشتاء. تمت عملية البناء وعندما ارتفعت درجة حرارة الصيف تمدد قضبان السكة الحديد ولم تجد لها مكان تتمدد فيه أو فراغات، فتقوست السكة الحديد وصارت كارثة زي ما انتم شايفين في الصورة اللي أمام. الآن عند بناء الجسور والشوارع والأبراج والسكك الحديد تترك فراغات ما بين قطع الإسمنتية أو ما بين قضبان السكة الحديد حتى تسمح بالتمدد والانكماش. التمدد يأتي من التفكير الميكروسكوبي للمادة. إذا دخلنا في أعماق المادة تحت الإلكترومايكروسكوب لوجدنا أن المادة عبارة عن ذرات مترابطة مع بعض من خلال روابط، وهذه الذرات في حالة حركة مستمرة. هذه الحركة المستمرة تأتي من الطاقة الحرارية التي تكتسبها، فكلما زادت درجة الحرارة كلما زادت إيش؟ الاهتزازات. فالذرات هذه عندما تصبح اهتزازتها أوسع وأكبر في المجمل إيش بصير للمادة ككل؟ إنه بنقول إنه المادة تمددت، وبالتالي مشاركة كل ذرة في عملية التمدد لها أثر في التمدد بشكل عام، وبالتالي بنستنتج إنه كل ما زاد طول المادة كل ما كان التمدد أوضح وأكثر، لكون إنه الذرات اللي بتهتز بتكون إيش؟ عددها أكبر. قوة الترابط ما بين الذرات سواء كانت ترابط تساهمي أو أيوني بزنبركات للدلالة على في إنه في قوة تحافظ على ثبات شكل إيش هذه الذرات. العوامل التي تؤثر في عملية التمدد أو الزيادة في الطول، لو وجدنا إنه لو كان عندي ساق من الحديد وغير مسموح لهذا الطرف إنه يتمدد من خلال هذا الستوب، وفقط الطرف هذا هو إيش الطرف الحر، وكان طول القطعة هذه هي النوت، وتغيرت درجة الحرارة. لو جيت أنا سخنت هنا تغيرت درجة الحرارة، فبنلاحظ إنه في عندي زيادة بمقدار إيش؟ دلتا إل. هذه الزيادة في دلتا إل تعتمد على عدة عوامل. دلتا إل تتناسب طردياً مع الطول الأصلي، أي أنه كلما زاد الطول الأصلي كل ما زاد إيش؟ التمدد أو مقدار الزيادة في الطول. وبالتالي لو أنا عندي مسطرة أقولها متر، الزيادة مثلاً بتكون مايكرون. لو كان أنا عندي مسطرة طولها 10 متر فالزيادة بتكون 10 مايكرون أكثر، إيش؟ بتكون ملموس أكثر. ودلتا إل في الحالة هذه أيضاً تتناسب فردياً مع التغير في درجات الحرارة، بمعنى إنه كلما كان الفرق في درجات الحرارة أكبر كل ما كان التمدد إيش؟ أكثر. يعني كل ما لو أنا سخنت المادة من 10 درجة سيليزية إلى 20، هذا فرق درجات حرارة 20، لو سخنتها من 20 إلى 100 هي 80 درجة، التمدد بيكون ملحوظ كلما زاد فرق
درجة الحرارة. في الحالة هذه إذا بنقول إنه دلتا L بتساوي درجة تناسب ألفا في L نود في دلتا T، وبنطلق على ألفا اللي هي coefficient of thermal expansion. طبعا كلمة coefficient تيجي معناها معامل، وبالتالي لما بتيجي ترجم الجملة هذه coefficient of thermal expansion بنقول انه معامل التمدد الحراري، بينما دلتا L هي الـ change in length due to a change in temperature، و L note هي للدلالة على الطول الأصلي عند درجة حرارة T note. اوكي؟ يعني دلتا T من وين لوين بتغير؟ من T final ناقص T initial. إذا L note هي الطول عند T initial، هي الطول عند T initial. في الحالة هذه ألفا، الحالة هذه ألفا إيش بتساوي؟ بتساوي دلتا L على L نوت في دلتا T. بنلاقي إنه ألفا وحدتها إيه؟ متر على متر في درجة سيليزية. إذا C أس ماينس 1 هذه هي إيش؟ وحدة معامل التمدد الحراري. طيب في الشريحة رقم 18 موجود هنا جدول موضح به الـ coefficient of thermal expansion at 20 degree C لمجموعة مختلفة من المواد. فمثلا عندي الألمنيوم، البراس، الكبر. لاحظوا هنا انه التغير بيعطى بوحدة 1 على دجري سي، والألمنيوم معامل التمدد تبعه تقريبا اكبر ما يمكن بالمقارنة مع البراس والكبر، حيث يصل الى 24 في 10 ناقص 6. بينما نلاحظ انه الثلج الايس والليد اللي هو الرصاص يمتلك قيم كبيرة أيضا، والزجاج البايركس 3 في 10 قوة ناقص 6، والزجاج العادي الأوردينري يمتلك معامل تمدد 9 في 10 قوة ناقص 6. طبعا هذا بفسر لي أنه هنالك بعض الأواني تستخدم في الطهي من الزجاج وهي تسمى البايركس، لأنه معدل التمدد تبعها إيش؟ ضئيل جدا، وبالتالي لا يحدث لها كسر، في حين أن الزجاج العادي إذا تمدد أكثر من اللازم فبيتهشم. واضحة الفكرة؟ لذلك بنقدر نقول إنه البايركس يتحمل درجات حرارة تصل إلى 400 درجة سيليزية، وبالتالي ممكن أن أحطه بالفرن، بينما الزجاج العادي في حدود 180، وهذه أقصى قيمة ممكن إيش يتحمل. طبعا العمود الثالث في الجدول يشير الى الفوليوم اكسبانشن كوفيشنت، وممكن احنا نستنتج ان الفوليوم اكسبانشن كوفيشنت يساوي 3 اضعاف الثيرمال او اللينير اكسبانشن. يعني لو انا جيت رمزت للفوليوم اكسبانشن كوفيشنت بيتا هتساوي 3 ألفا، لأنه إذا تكلمنا عن المادة فإن المادة تتمدد في الثلاث إيش؟ في الثلاث أبعاد. يعني لو أنا جبت ساق من الحديد رفيع بهذا الشكل، رفيع جدا، ففي الحالة هذه يعتبر التمدد على استقامته على محوره أكبر كثيرا من التمدد على نصف القطب، لأنه التمدد هنا بيكون ملحوظ، فيهمل التمدد ايش اللي على نصف القطب بالنسبه للتمدد الطولي. ولذلك تعاملنا مع هذه الاجسام اللي هي زي سلك طويل او زي قضبان السكه الحديد. ايش قضبان السكه الحديد؟ عباره عن قطعه طولها كيلومتر 1000 متر وعرضها 5 سم او 10 سم.
فنتعامل مع التمدد على امتداد ايش الطول. ولذلك احنا نتكلم على الحديد في الحاله هذه نتكلم على انه ايش تمدد طولي. لكن لو تكلمت على قالب من الحديد او كره من الحديد او بلوك من الحديد فاحنا بنتكلم في الحاله هذه على فوليوم، لانه التمدد بيكون في جميع الابعاد ولا استطيع اهمال بعد والاهتمام ببعد واحد. ففي الحاله هذه احنا نتكلم على بيتا وليس ايش الفا. وبيكون القانون في الحاله هذه انه دلتا في بتساوي بيتا في في نوت في دلتا تي، حيث ان في نوت هي الحجم الابتدائي عند درجه حراره في عند حد درجه حراره تي انيشال، وبيكون دلتا تي هو التغير في درجه الحراره، والبيتا هي الفوليوم اكسبانشن كوفيشنت او كوفيشنت اوف فوليوم اكسبانشن، ودلتا في اللي هي تناظر دلتا ال وبنسميها تشينج ان فوليوم. ومرت علينا التشينج ان فوليوم لما درسنا قانون يانج بالك مودولس، ولقينا انه البالك مودولس تساوي دلتا في اسف ناقص دلتا في على دلتا في على بي. اذا دلتا في هذه بتمثل لي الحجم والتغير في الحجم. لاحظوا هنا انه الجازولين والميركوري والووتر لا يمتلكوا تمدد طولي لانهم سوائل، وبالتالي هم محكومين بالحجم الوعاء الذي يحتويها، فبيكون لها فقط معامل تمدد حجمي. ولاحظ انه دائما وابدا معامل تمدد حجمي ثلاث اضعاف معامل تمدد طول. التمدد الحراري له تطبيقات عديده جدا، من ضمن هاي التطبيقات اللي هو ما يسمى بالباي ميتاليك ستريب. الباي ميتاليك ستريب هذه معناها المعدن المزدوج، باي مزدوج وميتاليك اللي هو المتل، حيث بتكون شريحتين من المتل متلاصقتين مع بعضهم بشده بهذا الشكل. اذا سخنت هذه المادتين ولانه معامل التمدد الحراري لكل منهما مختلف عن الاخرى فينحني او يتقوس هذا الشكل، يعني هذا له خاطر يتمدد اكثر من هذا، فايش بيضطر بيعمل قوس الى الاعلى. اما اذا كان معامل تمدد المعدن اللي في الاعلى اكبر من الاسفل فالتمدد بيكون ايش قوس الى الاسفل. هذا التقوس يستخدم في عمل البايا ميتاليك ستريب زي مثلا اللي موجود في المكوايه. احنا كلنا بنعرف لما بنشكوي الملابس بنحط على درجه حراره سلك ولا قطن ولا صوف، وبنترك المكوايه تحدد درجه الحراره المناسبه بدون ما نعمل دمج للقماش اللي بنكويه، صح ولا لا؟ السبب في ذلك انه لما بحط انا درجه حراره على شيء معين فانا كاني بتحكم في الايش في الباي ميتاليك ستريب. لما تكون هيك عامله بتكون ايش موصله في مين في الدائره الكهربيه، ولما تتمدد بتطلع لفوق فبتفصل الدائره الكهربيه، لما بتبرد بترجع ايش عشان كده. ولهذا السبب ترمس الميه السخان الميه اللي بنركب مع السخان الشمسي نشوفه في الكهرباء بنقول له بس على 60 درجه وقف، فايش بيعمل؟ اول ما تصير درجه حراره 60 درجه الباي ميتاليك ستريب ايش بيفصل بعدين برجع ايش بشوف. طبعا انا بتحكم في المسافه هذه حتى ايش يعني ما انا بقول له خليك عند ال 80 فانا برفع قلبه فوق شويه فبده يضطر يستنى شويه قبل ما ايش يطلع فيه. فاذا صار بامكاني اعمل منظم لدرجه حراره بحيث اني اتحكم في درجه الحراره عند درجه حراره معينه ويفصل ويرجع ايش يشتغل ثاني بدون ما تدخل بشري. تخيل لو احنا بدنا نيجي للمكواية وكل شوية نعلي ونوطي شغلة. اذا لاحظوا هنا في الشكل عندي انا قطعتين، واحدة من الستيل والتانية من البراس، كلاهما يمتلك درجة حرارة تمدد مختلفة. واذا لاحظتوا في الجدول البراس معامل التمدد الحراري تبعه اكبر اعلى فبيتمدد اكثر فبيتقوس في اتجاه ايش الستيل. البايا ميتاليك ستريب بيكون شكلها زي ما انتم شايفين، عند درجه حراره 25 تكون الدائره مغلقه، عندما تصل الى 30 درجه سيليزيه
البايا ميتاليك ستريب بتتمدد. ف خلينا نشوف مثال بسيط عشان ننهي في محاضره اليوم. عندي المثال في شريحه رقم 20 بيقول a segment of steel railroad track، قطعه من الحديد تشكل مسار قطار او طريق، has length 30,000 متر يعني 30 كيلو، when the temperature is 0 degree عند درجة حرارة الصفر، كانت طول السكة الحديد 30,000 متر. المطلوب رقم واحد what is the length change or what is the length or what is its length when the temperature increased to 40 degree. بالضبط. اول شيء انا بطلع على نوع الماده، نوع الماده ايش هي؟ الستيل. بطلع الالفا تبعت الستيل، وهنا احنا بنتكلم على معامل تمدد ايش؟ طولي. اذا باخذ الرقم الاول من الجدول اللي هو 12 في 10 قوه ناقص 6 لكل درجه سيليزيه. الان دلتا ال في الحاله هذه لو جيت حسبتها من القانون، دلتا ال بساوي الفا في ال انيشال دلتا تي، عوضت بكل الارقام. ولاحظوا هنا انه وحده الالفا تختصر مع وحده مين؟ درجه التغير في درجه الحراره. لذلك يجب ان تكون درجه الحراره بوحده الايش؟ السيليزي. اما اذا كانت معطاه الفا بوحده الكلفن او وحده الفهرنهايت، فانا يجب ان احول لايش؟ لفهرنهايت او سيليزي، حتى في الاخر يكون عندي التغير في الطول بوحده المتر. التغير في الطول بيكون 0.013 متر، يعني 30,000 لما تصير درجة حرارة 40 بصير عندي 30,013 من 1000 متر. زيادة طفيفة جدا، طبعا هذه الزيادة الطفيفة لأنه درجة حرارة وصلت 40، وهو طبعا التغير ما بين فصل الشتاء والصيف. وهذه المسافة لو احنا ما خدناهاش في الحسبان بالرغم انها صغيرة ممكن تؤدي الى تقوس في ايش؟ في الحديد. المطلوب رقم بي suppose that the end of the rail are rigidly clamped. rigidly clamped يعني مثبت بعناية أو بإحكام، يعني السكة الحديد بهذا الشكل، وهنا في عندي خرسانة حديدية أو بطون بحيث أنها تمنع من التمدد زي الستوب. so the expansion prevented، وبالتالي في أنا عندي على طرفي السكة الحديد عندي نهايتين سبيكتين من البطون بحيث انها تمنع ال 30,000 متر من التمدد. What is the thermal stress set up in the rail if the temperature raised to 40 degrees C؟ كلمة stress هذه مرت معانا في الشابتر رقم 3 او في الوحدة الثالثة. ولاحظوا هنا انه الستريس من اين يأتي؟ من درجة الحرارة، يعني القوة، بدل ما في عندي قوة سحب أو قوة ضغط، الآن مين اللي سبب قوة الضغط أو الانبغاض؟ درجة الحرارة. إذا لما يتمدد الحديد اللي جوا هذا الستوب أو التو إنس هنا هتعمل إيش؟ كومبريشن على مين؟ على الحديد، فبتولد استرس. هذا الاسترس لو أنا بدي أجي أحسبه، بدي أحسبه من العلاقة اللي بتقول F على A زي ما عارفين على A بتساوي Young modulus في دلتا L على A. ما هو المطلوب مني؟ المطلوب مني إيجاد الثيرمال ستريس اللي هو المقدار مين؟ المقدار هذا. طبعا أنا بإمكاني أطلب منكم مقدار الفورس الناتجة من الحرارة من 0 ل 40، لكن لازم اعطيكم ابعاد الهندسيه للسكه الحديد او للقضبان الحديديه، لكن احنا طلبنا مباشره الاستريس. فبروح اطلع واي او اليانج موديولس من الجدول، وعندي دلتا ال لسه حاسبها قبل شويه، وعندي ال موجوده، فبيطلع معايا الاستريس المتولد بالتعويض في القانون 20 في 10 قوه 10 نيوتن متر مربع مضروب في 0.0
3 على 30,000 بيطلع معايا 8.7 في 10 قوة 7 نيوتن على المتر المربع. وهيك بنكون احنا ربطنا ما بين الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة من خلال هذا المثال البسيط ومن خلال موضوع الثيرمال اكسبانشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.